بيان الاتحاد الأوروبي هذا إذن فيما يخص حتى الدعم المقدم لكييف يأتي بعد أيام قليلة من انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وقبل تنصيبه رسميا في شهر يناير المقبل، وهو المعروف أو المستشرفة آراؤه وتوجهاته فيما يخص التعامل مع أي دعم عسكري تقدمه الولايات المتحدة خارج حدود الولايات المتحدة. وعلى رأس هذه القضايا بطبيعة الحال كان الدعم العسكري المقدم لكييف أوكرانيا. من بروكسل من عاصمة الاتحاد الأوروبي عمرو المنيري مراسلنا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. عمرو، هل يستبق الاتحاد الأوروبي وصول دونالد ترامب للحديث عن ضرورة دعم كييف؟ كيف يمكن فهم هذا الدعم الذي يتطلب الآن من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بينما يأتي رجل يقود أو تقود بلاده عمليات الدعم وهو لا يؤمن كثيرا بأهمية الدعم العسكري والمالي المقدم لأوكرانيا؟ نعم أحمد، بالطبع كما ذكرت يحاول الاتحاد الأوروبي استباق ما يتوقعه من دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي يقول دائما أنه أوكرانيا جارة له وأنه هناك حدود مشتركة بين دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع روسيا. الاتحاد الأوروبي كما تعلم أحمد يريد ضم 10 دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي، منها دول البلطيق المتاخمة للحدود الروسية. وأيضا هو ينتقد بطبيعة الحال التعاون العسكري الموجود الآن مع بين كوريا الشمالية وبين روسيا، وبعد التوقيع على اتفاقية منذ يومين للتعاون العسكري مع وجود قوات لكوريا الشمالية ما بين 3000 وربما تصل إلى 30,000 بحسب زعم الاتحاد الأوروبي، وأن ما قدمته كوريا الشمالية من أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا يفوق ما قدمه الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. ومن ثم الاتحاد الأوروبي الذي يتخوف تماما من وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال في حملاته الانتخابية أنه على يستطيع أن يوقف الحرب ما بين أوكرانيا وبين روسيا خلال 24 ساعة فقط، وهذا معناه أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يكون ملتزما تماما بدعم أوروبا بدعم أوكرانيا إذا ما كان يريد الاستمرار في ذلك، لأنه يرى أنه التهديد الروسي ليس فقط لأوكرانيا وتهديد لجميع الدول الأوروبية التي تقع تحت الاتحاد الأوروبي. ولذلك هو الآن يقدم الدعم بشكل كبير، هناك نحو 88 مليار دولار تم تقديمها بالفعل إلى أوكرانيا، منها نحو 28 مليار دولار فقط للدفاعات والأسلحة والذخائر الأوكرانية. نعم. وأيضا خصص حوالي 30 مليار دولار لإعادة البنية التحتية. ما يريده الاتحاد الأوروبي أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية كضمانة أيضا لدعم الأوكراني في مقابل أن يكون دول الاتحاد الأوروبي في أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مشاكلها مع النفوذ الصيني في المنطقة الآسيوية. هذا هو ما يريده الاتحاد الأوروبي حتى الآن. شكرا جزيلا لك عمرو المنيري، كنت معنا على الهواء مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل. أشكرك شكرا جزيلا.